كنت بقلب كده في السريع فشفت كام فيديو فقلت ايه ما اتفرجش لوحدي، تعالوا نتفرج مع بعض. انا لو تطلب عيني يا نور عيني العين ما بتتعش، وانا وانت معايا القلب بيترجى ويتهز، انا لو تاخد عيني يا نور عيني العين ما بتتعش، انا خايف من العين يا حبيبي عين كان وشك حلو علي كل اللي الناس شايفه. اتكلم بتاع القهوة وكده ويقول لي انا كنت مغني اساسا وحاجة عريقة وكده، اقول له طب ما تسمعنا حاجة، يعني تبقى غلطة حياتي ان انا سألته يعني بيقول ام الاغنية، تعالوا نشوف حاجة تانية. اه يا كوفي اه يا خوفو اه يا خفرة لاخر الاهرام. طب بصوا ما يحصلش اللي بيحصل كل مرة. طب جامد يا جدعان، والله كان جامد زمان، الافيه ده ليه ما خدني سوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد جدها، خدني سوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد جدها، كان حبيبها وغايب بقالي سنة والنهاردة وصل على بخدي أنا على يلي كنت طبيب لهوى. أستاذ وديع مش ذنبه على فكرة، هو الملحن هو اللي وداه في حته ثانيه، مش حاسس بمشاعره يعني. هو استاذ وديع قال لك اضحك يعني اقول مأساتي وانا بضحك، تعالوا نشوف اللي بعد. كلموها عني من بعيد لبعيد، عرفوها اني لسه بحبها وامانه حد يقول لها بسال عليها زيها وعامله ايه حد وانتي فوق طول شرفت. لا احلى حاجه كلموها عني من بعيد لبعيد يا عم ايه ده بجد. كلام واصل يعني، اللي هو لا وفي الاخر بقى اللي هو يعني زي الفل حبيبي حبيبي يعني. ما بدي اياكي معي يلا من راسي اطلعي، ما عاد رح فكر فيكي ما عاد رح فكر فيكي، لطيزي 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 لا ترجعي. والله احنا سمعناه ده تقريبا بجد يعني، هو اعز حاجة عنده اللي بقى يعني بيحلفها بيها هي الجزء اللي هو قاله ده، عشان خاطر مثلا عينيكي عشان خاطر مثلا، هو بقى عنده الجزء ده بالنسبة له هو. ملاش دعوة احنا بالكلام ده، انا عجبني صفة يرقص وتواصل. انا عارف ان بعد مستحيل تقدر عليه. هاتهم هتت السنين، هما متخيلين بقى واحد هينزل يرفعهم وياخد منهم حاجتهم وكده، لا واحد على الله حكايته بيرقص. شكرا شكرا، ده كده نطلب يعني نقرا له الفاتحه، وده حادث هبوط رهيب يعني، ده كده يا هنلاقي حاجه كده زي البيتزايه ده خلاص كده يعني. ايه الحاجات دي؟